الدوحة، عاصمة النشاط الاقتصادي والنهضة العمرانية لدولة قطر. الدوحة مظلة أمال لمليونين نسمة تقريباً، كلهم في الحفظ والصون بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود رجال من نوع خاص. رجال يفزعون الكل محتاج، عيون ساهرة على أمن وأمان هذه الأرض الطيبة. رجال وقت الرخاء عزوة وفي الشدة أبطال، إنهم هل الفزعة. في هالحلقة البحث عن سائق سيارة متروكة اختفى في الظلام، يعني شخص مستحيل راح مكان بعيد. سرقة طيور الحمام قيمتها مش قليلة، أمطار غزيرة وكثرة المياه قد تجلب الخطورة، اللي تجاهل قوانين المرور الفزعة ما تتجاهله. مش مكان سيارة، حتى السيكل ممنوع هنا. والاستجابة للعديد من الحوادث. دورياتها للفزعة تجوب شوارع الدوحة على مدار 24 ساعة، 8 ساعات عمل متواصلة لكل دورية. شو تفضل؟ جهوزية تامة لتلبية كل النداءات، لكن بعض البلاغات تكون مختلفة نوعا ما وغير اعتيادية. العريف ناصر والوكيل حسن يستجيبون للبلاغ. وصل بلاغ عن سايق تصرفاته مثيرة للشك بالقرب من مشروع المطار. يقول الرجال مشتبه له في سيارة كانت طريقة السواقة في الشارع غلط، وقفه. يقول رحت باخذ تلفوني يتصل بالعمليات، رجعت الرجال ما موجود في السيارة، يقول اختفى. هو هنا ما هقوت، كنا شقح الشارع منه. لما وصلوا لقوا السيارة متروكة على جانب الطريق. موجود، يلا أنا هني. وما في أثر للسايق، وكأنه اختفى وتبخر. العريف ناصر يصر على البحث عن الرجل بنفسه علشان يلقاه. يعني شخص مستحيل راح مكان بعيد. حاليا احاول امشي على الاثر، اذا لا اثر في المكان. المبلغ شاهد السياره تدخن من الامام. الظاهر الشخص كان حاكر الموتر في نمره ودخنت الماكينه، وقف المبلغ يعني من باب المساعده. العريف ناصر لقى اثار اقدام حديثه يمكن تكون لصاحب السياره. في اثر جديد هالثنتين. من المعروف أن نسبة السرقات والجريمة في دولة قطر عموماً تعتبر قليلة جداً مقارنة بعدد السكان. هذا بلاغ غير معتاد وصل للنائب عبدالله والعريف زابن، وهم الحين في الطريق إلى الموقع. وردنا حالياً بلاغ عن طريق العمليات عن وجود سرقة في منزل. نوع السرقة تقريباً شخص يسرق حمامه وما شاء الله. بنتحرك بنتأكد بالضبط وش نوع السرقة. لما وصلوا لقوا 2 من هال الفزعة وبرفقتهم 2 مشتبه بهم، والمشتكي أيضا كان موجود. هذا المشتكي كان معصب، والسبب اختفاء الحمام.
أول مرة سرقوا حوالي 6 حمام، وبعد يومين 6 حمامات. ست حمامات. عقب بعد يومين سرقوا بعد حوالي يمكن 11 زوج. كلها قفص كسر. مكسور؟ مع قفل مع حديد. حتى سرقوا قفل بعد، قفل ما خلوا. قوام كل حمام قفص فاضي. كله مكسور من باب. شوف. يبدو أن السرقة كانت على عدة مراحل. قيمة طيور الحمام هذه مش قليلة. كم قيمته؟ قيمته الزوج ب 1500. هو كم زوج شارك؟ 12 زوج. كله قفص مكسور اللي عندك، كله فاضي، مكسور اللي عندك، كله فاضي. 1500؟ زوج ب 1500. سعر الحمام قد يتجاوز 30,000 ريال. وهذا السبب وجيه جدا علشان الواحد يركب كاميرا مراقبة. لا. هذه الكاميرا. علمني غسل شراهه وانت اسمع. وشك طالع ووشك. فهل ستساعد هالكاميرا على حل لغز اختفاء الحمام؟ على الرغم من البحث دون جدوى، العريف ناصر ما زال يبحث على أمل أنه يلقى السائق اللي ترك سيارته. أما الوكيل حسن فلقى شيء ثاني. كمية كبيرة من الكحول محلية الصنع والمعروفة بخطورتها، وهذا يقدم تفسير ما يقبل الشك لاختفاء الرجل وهروبه. وفجأة وبين الأشجار مدير، ليش قاعد هنا؟ تم القبض على الشخص، بيكون قبل الجسر، يعطيك العافية. موجود عند شبك الجوية. لا لا، سكران، ما يقدر يصلب نفسه. السايق ما التزم بالخطة المرسومة له، ويبدو أنه قرر أنه يجرب من الكحول اللي كان من المفترض أنه يكون أمين عليها وينقلها. وسكي وين ودي؟ وسكي وسكي وين ودي؟ أنا ما بسيارة. سيارة مال مين؟ بس انت درايف. ايوه اوكي. هذه كلش ويسكي، وين روح؟ ماي مال انت. انا اقول كلام، انا صديق كلام. ايه كراسي دارو انت في فلوس. يعني انت يودي ويسكي واكره. أيوة. يشيل فلوس. أيوة. والان راح تاخذ العداله مجراها مع السايق. نرجع لموقع اختفاء الحمام اللي يقدر ب30,000 ريال. هالفزعة كلهم أمل أن الكاميرا تكشف السارق. إيه خذ راحتك. هنشوف التصوير. المادة المصورة تظهر الرجل بوضوح وهو يدخل حوش البيت الخلفي في منتصف الليل بقصد السرقة، لكنه يرتبك ويطالع مباشرة عدسة الكاميرا ويدرك وجودها. شوف شوف شوف. ايه؟ شوف شلون شلون اعرف في كاميرا. في هاللحظة يخرج صاحب الحمام علشان يمسك الرجل. ليش يطالع هنا؟ كان مسروق خلاص. انت بول الكاميرا لا في تحت زوج واحد. انا ما شليته. انت ما يشيل ما يشيل حمام ولا ما يشيل كاميرا فيه. شلون واحد حرامي يدخل تكسر حديد؟ هاي حديد ما هاي ما باب كامل. شلون تكسر من يدك؟ لازم يكون عندك اغراض. اي صح. هذول ما يشتغلون. وين السامان مالك؟ سامان مال سكروب عنده بيك اب. حديد عنده بيك اب. وين سامان؟ شوف كذب لا تكذب عليك. خلاص انت الحين مشكله. في فيديو مال هذا. وين سامان هذا تكسر فيه؟ سامان وين؟ حديد سكروب. القضية تحتاج إلى المزيد من الإيضاح والتحقيق على الرغم من وجود الكاميرا. الكاميرا ساعدت بشكل كبير، وتثبيتها كان تصرف سليم من قبل صاحب الحمام علشان يأمن على حلاله. شوف 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 ركب احتياط حداد. هاي كله أنا تعب. ليش؟ عشان نكسر باب هذي تطلع خشبة. ليش نكسر من سلسلة؟ وأخيراً تقدر هالطيور أنها تنام الليل بدون أي إزعاج من اللصوص.
One guy is injured here. He's bleeding. Yeah, he's bleeding, وين مكان حادث؟ أكسيدنت وين؟ يبدو أن ليلة هل الفزعة مليئة بالأحداث والمفاجآت. الدورية على بعد دقائق بس عن موقع الحادث. أمام شركة أو أمام إدارة العمل بالضبط. علي صار أتحرك معي. السلام عليكم. يعطيكم العافية. السلام عليكم. كيف حالك؟ تسمعني؟ اصطدمت سيارة الرجل بسيارة ثانية. من قوة الضربة أثر رأس السائق في الزجاج الأمامي واضح. خلاص هذا الإسعاف، وخر افتح الطريق. في ضربة في بطنك. اطلع شيل السيارة. تعال انت. من أهم الإجراءات أن ما حد يحرك المصاب من مكانه إلا المسعفين. إصابته ممكن تكون في العمود الفقري، وأي حركة خاطئة لا سمح الله ممكن تؤدي إلى الشلل. تثبيت دعامة العنق أول الخطوات. في المكان الحادث بين سيارتين، تقريبا سيارتين أو ثلاث سيارات، السيارة اللي فيها العمال الباص والسيارة اللي يسوقها المصري. كانوا ينقذون الشخص، والباص هذا اللي متسبب من الطرف الثاني ايضا لو تشاهد قوات الدعمه اللي جاته. وحاليا بتاكد من العمال، هم قالوا لي انه مصاب واحد. كلش نفر داخل الباص، كلش بخير، ما في مشكله. طيب يلا تعال داخل. والحين ممكن نقل المصاب بعنايه الى سياره الاسعاف. ربط حزام الأمان كان ممكن يغير مجريات الحادث. طبعاً حزام الأمان بيكون جداً جداً مهم. شوفوا السائق وين مكانه، وشوفوا ضربة يعني الرأس وين موجودة. مش قدام السائق، بجنبه يعني قدام العبري. جات الضربة حكم يعني بالضبط جاتها في وجهه. الحمد لله أن الشخص ما طلع في وجهه. الحمد لله أن الشخص ما طلع من السيارة وتسبب في حادث ثاني أيضاً. أو سيارة تشوفه وهو طايح بالشارع، سيارة ثانية تسبب الأحادث الثانية. الحمد لله أن الضربة جات بسيطة وفي وجهه، ويعني وما طلع من الجامعة. هاي الدليل أن الحزام الأمان ما كان حاطه. لو حاط الحزام الأمان ما راح يوصل للجامعة. والحمد لله. بس أنا أقول أن الأفضل أن حزام يعني الحزام الأمان فعلا يعني يحميك من الحوادث. يعني قبل المغادرة لابد من تنظيف المكان من بقايا الحادث. عمال النظافة وصلوا المكان، نظفوا الشارع بالكامل، القزاز، الزيت، غسلوه ونظفوه. الآن المصابين تم تحريكهم باتجاه المستشفى، السيارات كلها خارج الشارع. الآن بس ننتظر دقائق لما تصير الحركة طبيعية والوضع يصير طبيعي ونمشي على الخط على طول نتحرك. مع كل يوم جديد يظهر تحدي جديد لهل الفزعة، وخاصة لما الله سبحانه ينعم علينا بالخير والحياة والشوارع تتحول إلى أرضيات تتزحلق فيها السيارات بسهولة. هالشيء خطر على السائقين بشكل عام. في قطر الأمطار قليلة ونادرة، وأغلب السائقين مو متعودين على القيادة في مثل هالأجواء. يعني السيارات الحين وقت مطر والشارع يعني بيكون غرقان ماي، السيارة بتكون قابلة للانزلاق على نفس الشارع. فحتى البريك إذا كنت مسرع ولا شيء
هنا مشكلة، ممكن ما توقف السيارة. راح يجيك. إيه بعضهم يأمن في السيارة اللي هو يسوقها، لكن في وقت الانزلاق مشكلة. عادة حوادث السير تزداد في الأيام الممطرة. بالرغم من هالشيء، شوارع الدوحة تبدو هادئة اليوم، وهالشيء يسرها للفزع. لكن الشيء ما يعني عدم وجود مخالفين. النايب عبد الله والرقيب حمد يستغربون من وجود سيارة في هالمكان. ما أدري إيش موضوع هذا، مكان مشابه بس شغل رمك. سايق هالسيارة كان يقود سيارته على رصيف الكورنيش. عليكم السلام. زين رفعة، وقف على الشارع ونزل سامانك. حاجات كثيرة والله، فلازم ننزل هنا جنب السلام. في أجهزة تشتغل. قالوا لنا في المحطة خش. مين اللي قالوا لك في المحطة؟ عدة مرات. بس إذا فيها مشكلة هلا بطلع خلاص. أكيد فيها مشكلة، هذا مكان ممشى. مش مكان سيارات، حتى السيكل ممنوع هنا. السيكل ممنوع، شلون تدخل كذا؟ الرصيف مخصص للمشاة ومش للسيارات طبعاً. يعني شيء مش معقول، يعني شيء وضع مفهوم يعني. والله أنا ما يحتاج أشرح لك، رجال كبير وعارف يعني. معك والله، بس صح ولا لا؟ حتى سيارات التصوير الكبيرة دخلت هنا. تصوير سيارة تصوير كلام ثاني. هذه أكيد إنها مصرحة تدخل. طلع السيارة الله يعطيك العافية، وحاول تجي من الشارع هناك ونزل الأغراض. خلاص إن شاء الله. طيب وإذا هم القناة عايزينك تخش يحطوا لك السيارة على السيارة هذا، يعطونك تصريح انك تدخل بالسيارة. بس الفك ولا ارجع ريوس؟ والله لا يسمح للسيارات بالسير على الرصيف الا بعد الحصول على اذن مسبق. روح معي، نروح في الدورية. ركبك هنا، تشوف الجهاز، تشوف الرماق. شو اسمك انت؟ عبد الله. ايش ما اسمع؟ عبد الله. عبد الله. يلا روح انت معه. هذا المرافق الجديد. ها يا عبد الله. شوف عبد الله راكب الفزعة. شوف الدورية، ولا تبي تروح في الدورية ولا تروح مع بابا؟ ما يبيك. خلاص. تقول البابا؟ يلا. خلاص ركب، مو بنازل. يلا. روح الباب بسرعة عشان المي. من يدري؟ يمكن يصير هالصغير لما يكبر رجل من رجال هل الفزعة. يلا مع السلامة. الله يحفظه إن شاء الله. خليهم لك. والحين ومن جديد صار الرصيف مكان أكثر أمان لعيالنا الصغار. كان الهدوء يسود شوارع الدوحة إلا أن أمطار الخير مستمرة. في هالليلة البقاء في البيت قد يكون أفضل الاختيارات. مياه الأمطار بدأت تتجمع في الشوارع، وهالشيء يصعب القيادة ويزيدها تعقيد. بيكون ماي بشكل كبير في المكان، أيضاً مشكل خطورة في المكان، حتى السيارات ما تمر عليه. استلم. ومع كثرة المياه تظهر مشاكل الانزلاق، والسيطرة على السيارة يصير أصعب أكثر وأكثر. هي اللي كانت تسوق. سايقت هالسيارة دعمت سيارة ثانية قدامها. هلو في أوكي؟ ومن المرجح أن سرعتها الزايدة هي اللي منعتها من التوقف في الوقت المناسب. دعمت بس هو عنده ضربة في هنا، عنده وجع في اي في الرقبة. شكرا لك. حزام الأمان له دور مهم. السايقة تعرضت فقط لإصابات خفيفة نتيجة للصدمة المفاجئة. عند القيادة في الطرقات الرطبة والزلقة يجب المحافظة على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى لتحاشي الحوادث وصعوبة التوقف المفاجئ. يوم جديد وإشراق شمس جديدة.
النائب عبد الله والرقيب حمد يغتنمون الفرصة للخروج من سيارتهم والتأكد على ربط حزام الأمان لكل السيارات المارة. اربط الحزام بس لو سمحت شيخ. بس الحزام اوكي. الحزام للأطفال الصغار لازم؟ إيه أكيد لازم ضروري. مش خايفة عليهم؟ أكيد. خايفة على نفسكم؟ لا ولا عشان فلوس؟ السلام عليكم. بس لو اليوم تربط له الحزام ورا يكون أفضل من النوادر. أولاً أنت الحزام، ثاني شيء المدام الحزام، ثالث شيء في خطر على الولد هذا وعليه مخالفة قوية أنه يجلس قدام 10 سنين وتحت في المقعد الخلفي. يا كيد ناتير باكسي سير باكسي. لو طلع انت عارف بيودي استمارة السيارة. كم واحد داخل السيارة؟ انت ضعيف صح؟ انزل اركب ورا. يلا تفضل. You know why I am stopping you? You know why? Because not allowed the children stay in front. هل الفزع كلهم أمل أن هالتحذيرات تغير سلوك السائقين؟ It's no problem. Give him the baby chair. Yes. وتنقذهم مع أطفالهم من خطر الحوادث في المستقبل. من أبراج ومباني حديثة تسحر الأنظار في قلب مدينة الدوحة إلى مآذن المساجد في قرية لوسيل التاريخية. الرقيب حمد في يوم إجازته يبتعد عن زحمة المدينة وشوارع حوض جيجها ويتجه لممارسة هوايته المحببة وهي فن الرسم. هو الشيء الوحيد اللي عندي خارج نطاق العمل، أتوجه لهوايتي الوحيدة يعني هي الرسم. جمال الطبيعة ومباني قطر الأثرية هي مصدر إلهام الأساسي في لوحاته. أعطتني إدارة الفزعة يعني أشياء كثيرة مثل الثقة في النفس وحب مساعدة الآخرين والتغاضي يعني، وتحاول قد ما تقدر تمالك أعصابك في بعض المواقف يعني، قدمت لي أشياء كثير. الموهبة هذه عندي تقريبا من الصغر يعني، قطعتها فترة ورجعت لها تقريبا في 2008 حافظت عليها يعني. هو الرسم ما له دخل لنا في كون ان انا عسكري ما ارسم، هذه موهبة وهذه ناس وايد تتمناها، فاللي عنده نفس هالموهبة هذه ما يقطعها او انه يهملها، يحاول انه يستمر وينميها. ارسم مسجد تراثي، شفت منظره حلو والديزاين اللي له تعود به الأماكن إلى عبق الماضي وتسقل معرفة الفنية يوم بعد يوم. تقريبا في سنة 95 خذيت جائزة أصغر رسام، والوقت الحالي أي رسمة أرسمها أنزلها في الانستغرام وأحصل متابعة من الناس تشجيع، وهالشيء يعطيني حافز أكثر. مع ذلك حب الرقيب حمد لعمله في الفزعة أقوى وله أسباب وجيهة لهالشيء. في الحلقة القادمة، الهروب من هالفزعة حل مؤقت، ما عندك رخصة، القيادة بدون ليزر، تهور ومجازفة، خطة لاحتجاز سيارات الأجرة غير المرخصة،